النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة. نهار اليوم ساد طقس خريفي لطيف في عموم المناطق. انتشرت كميات من الغيوم الركامية في العديد من مناطق المملكة، عملت على هطول بعض زخات الأمطار كانت عشوائيات الطابع. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي عودة الرياح الشرقية اعتبارا من يوم الجمعة، استمرار فرصة زخات الأمطار المحلية يوم الخميس وحرارات أقل من المعدل مستمرة. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم ولتوضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم الرعدية الركامية في عرض البحر في شرق البحر الأبيض المتوسط، هي ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي. أيضا تكاثرت كميات من الغيوم الركامية في العديد من مناطق المملكة، عملت على هطول زخات رعدية من الأمطار كانت عشوائية ومتفرقات الطابع. نذهب الآن لخرائط توزيع هبات الرياح المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، حيث يلاحظ هبوب لرياح غربية يوم الخميس بإذن الله تكون خفيفة الشدة بالمجمل، لكن اعتبارا من يوم الجمعة يتمركز مرتفع جوي فوق الأراضي العراقية وأجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية. سيعمل هذا المرتفع الجوي على هبوب لرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة في عموم مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت. تعمل هذه الرياح على إثارة بعض الأتربة والغبار وأيضا زيادة الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل. نذهب الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الخميس إلى يوم الأحد، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة. طقس خريفي لطيف مستمر بالتأثير خلال نهاية الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع. كما ذكرنا هو طقس خريفي لطيف ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها بحوالي الدرجتين مئويتين، لكن اعتبارا من يوم الأحد يتوقع أن تسجل درجات الحرارة المزيد من الانخفاض. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غائم جزئي مع 14 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الخميس يكون الطقس غالبا غائم مع احتمال لزخات أمطار رعدية تكون كما ذكرنا رعدية في بعض الأحيان. أيضا تكون هذه الأمطار عشوائية الطابع في مناطق محلية من المملكة مع 20 درجة مئوية. أما الصغرى 13 يوم الجمعة يميل الطقس للاستقرار أكثر مع نشاط في سرعة الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية، 21 درجة مئوية متوقعة. أما الصغرى 13 درجة مئوية يوم السبت، 21 درجة مئوية مع طقس غالبا صافي، لكن اعتبارا من ليل السبت بإذن الله تتجدد فرص هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة في بعض أجزاء من المملكة مع 13 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.